السلام عليكم. السلام عليكم. انا متجر، انا تاجر في سوق الخضر والفواكه بالجمله. انا من احد المتضررين، انا هو المتضرر الكبير فيهم. ضاع لي الخاوي ديال الميكا والخاوي ديال الخشب. كنت غادي في حالتي للدار، تصوناو عليا وليت رجعت لهنايا. كانت العافيه شعلة، العافيه شعلات اسباب مجهوله، ما عرفناش مين شعلات، شكون اللي شعلها الله اعلم. تضررنا بزاف، مشينا ضاعنا الخاوي بزاف ديال الميكا، عاد شريناه. مازال لي بون ما خالصينش كاع. جديد ها هو، مازال جديد ها هو، راه اللي تنقد منه النسبة ديال 2000 بلاطو، 2000 بلاطو ديال الميكا، عاد الخشب ما محسوبش، تكون واحد 10000 ما بين الصندوق والبلاطو. ها هما لي بون، راه مازال ما خالصاش الخاوي ديال الميكا. ها هما ديال الخاوي ديال الميكا، النسبة ديال الميكا راه محسوبة عندي 2000 بلاطو ديال الميكا. الخشب اه هذه مازال ما خلصاش، الا ديال هذا العام الا كيتشرات حتى الشهر ديالها هي 26/4، في شهر 4 باش مشريه، هذا شهر 6، شهرين دابا ولا 3 شهور دابا، هذه شهر 7، 3 شهور هذه باش مشريه. خاوي الخشب نسبه كبيره ما محسوباش عندي، يعني واحد النسبه كبيره بزاف كاع، واش متيلاش تشوفي في الخاوي واحد النسبه كبيره ديال الصندوق والبلاطو. هذا الشيء اللي عطى الله الحمد لله، اسباب حريق غير مزيري مجهول، ما عرفناش كاع هادشي هذا منين جا، شكون اللي شعلها، شكون. نعم نعم وقعات هادي، راه دابا الرابعه من مره يمكن ولا الخامسه، وقعات في ديك المكان راه هو اللي لهي، وقعات وسط المارشي، هادي راه قريبه للمارشي، راه كانت غادي تشعل الداخل في وسط المارشي، راه التدخل ديال رجال المطافئ والناس ديال السوق هما اللي نقدوا هادشي هذا. تعاوننا كاملين، خدنا واحد النسبه ديال الخاوي. نعم واحد المساله اخرى، واش المارشي ما فيهش المساله؟ عين عين نقول ما فيهش بوش دولو، ما كايناش كاع، ما كاينش كاع، ما كاينش كاع. البومبيه خوالها الماء مشاو عاوتاني عمروه وعاد جاو، ما كاينش كاع، يعني الشروط ما متوفراش كاع هنايا. الوقايه خدمات خدموا، داروا خدمه ديالهم، يعني جاو في واحد الوقت مزيان، داروا خدمتهم. الشباب ديالنا والخدامه اللي معنا في السوق تعاونوا معنا، هما اللي عاونونا بزاف كاع باش نقدنا. راه دور الكاميرا تشوف، دور الكاميرا لهي تشوف، راه هو داك الشيء اللي نقدنا. واحد النسبه ها هي، واحد النسبه عاوتاني شوف، واحد العدد ديال الصناديق ها هو، دور هنايا شوف، دور هنايا شوف، ها واحد العدد ديال الصناديق ها هو، هذا اللي نقدنا. النسبه الكبيره ضاعت، وانا هو اكبر المتضررين والحمد لله وشكرا. السلام عليكم. جالسين في السوق، جالسين في السوق هنايا، حتى شي شويه وتيعيط هذاك اللي تيشطب المسمى بعمر. العافيه العافيه، قلت انا المحسن، كنت جالس حدا محسن اللي مع الدليمي صاحبه. ام محسن قلت راه خيك راه العافيه، خبصنا يا لقينا بصح العافيه، سطوله سطوله تيو، ما لقينا لا تيو لا ديك سميتها انت الغبره اللي تكون عند، يعني بداك ما عند حتى شي خضار، ما دايرها حتى شي خضار، هي نورمالمون خضار تكون عندهم على القاب بلاصتو. تكتب دابا كانت غير هذيك، غير الدراري الحماله كلها غيطير على وحده غنفش غنحذفو، وهي الناس ضاعوا منهم ولد العموم تيهضرتي، راه خرجنا له واحد الفئه نتاع الخاوي وتحرقات له واحد بزاف الخاوي. عندك ولد العموم عبد العالي والسي محمد والزاز وبا عبد الحق وبادر ولد الموساوي تقريبا، اللي ما مشاتوش مشات له 5000 4000،
هذا اللي ما مشاتلوش نتاع الخشب اللي كلاتو هي راه ما تشوفوا العافيه شنو اللي كلات هي هذيك باش طرنا الدراري داروا المهم اللقطه اللي خرج شي خرجوا داروا كاين كاع اللي شدات فيه العافيه انت تقريبا انت تشوف الدراري راه ما مزنقين بلا بالعافيه واحد المساله يعني انت كنت هو شروط السلامه ما كايناش يعني لا تجار لا الخضاره لا البلديه صارت انا نهضر معك صريح لا البلديه لا حتى شي حاجه ما كاينش الامكانيات نتاع السوق يعني كل قاب بعدا الدراري غيفوا ما تحت حتى هي عاد بدات ماشي هذه انا جابنا هذه مشعلها هذه راه غير شي حاجه منين تزندات مع الحار سخون وتشدات عليهم راه كاين بدا يدركات عليها هي العافيه كره الخاوي خرج حيت كلشي تيخدم كلشي تيضرب تماره وتبارك الله على الدراري نتاع الحماله تبارك الله عليهم وكوكا كوكا لا تا رجال المطافي تا هما تبارك الله عليهم جاو خدموا سي درتي كوما تا الحما تا رجال المطافي قال الدور ديالهم ساكن وسط العافيه هما مازالين تي وسط العافيه كلشي المهم كلشي تعاون واحد السيد بعدا كنزيد كدا يزيد السي تيرنا نتاع الماء تيسقي الزرادي وجا دخل السي تيرنا تا هو بقى تيطفي الدراري كلشي تسميتو كلشي الشيافر المهم كلشي تعاون صراحه الله كاينين انا بعدا كينعجبني كلشي منين كاينه المساعده كاينه هي المهم بغيت نهضر الناس والله لا تضروا واخا واحد المساله قدامنا شنو الرساله ديالك للمسؤولين المسؤولين يقوم ماشي درتي غير هي هذيك الفشفاشات هذيك كان تاع العافيه باش انت العافيه يديرها بنادم حيت عرفتي اربعه تخطات هو المارشي تحرق اين فوا ماشي درتي تنكونوا حنايا الدراري كلشي تيخدم كلشي تيضرب تماره ما غتحرف الناس بهذا الشيء غنك اون فوا كل غيطير لبلاصه الاخر غيهز هذيك غتجي تسبق حنا التيوات ما لقيناهمش الروبيني المقليل كي غدير طفي لنا العافيه كون ما جاوش رجال المطافي دخلوا حتى هما الله يجازيهم بالخير والله يعاونهم يعني شنو هاد الناس يضيعوا ماشي هضرتي هي راه حشومه وخاصهم يديروا شي حل من هاد الناس وتنطلب انا من الخضار يشريوا هذيك شنو سميتها بعدا كاين طفايه يشريها كلها يعلقها في بلاصتو ما يسورتها ما والو يخليها واخا نديو بها الاجر كاع تكون شي حاله شي وكاميرا كاينه ماشي هضرتي هو السبب نتاع العافيه راه سبب مجهول وراه كاميرا شاده ثلاث معني شاده سميتو راه شاده كاميرا هي ما نقدر ما غنقولوا لا هذا لا هذا ماشي هضرتي حيت حنا العافيه بدات صغيوره شنا هي باش نقزنا بقى تيغوت هذاك الشطاب والخدام تاع ولاد العموم العافيه العافيه قلت انا محسن العافيه يا تنطقنا هي باش فزنا بواحد الخاوي الميكا بعدا هو اللي غالي خلاص الخشب عباد الله ضاعوا مساكن ماشي هضرتي والله الا ضاعوا وخصهم يديروا معاهم شي حل هذا هو اللي كان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي